خلينا نروح لفقرتنا الثانية، فقرة بالعقل. والنهاردة في هذه الفقرة هتكلم عن المنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي اتنسى الحقيقة امبارح وسط الشغف الكبير بمتابعة مباراة منتخب مصر الأول مع المنتخب الجزائري. الحقيقة منتخب مصر الأولمبي من وجهة نظري بيسير بخطى ثابتة مع مديره الفني روجيرو ميكالي تحت إشراف طبعا كابتن محمد بركات. منتخب مصر الأولمبي لعب مباراتين وديتين، كسب الأردن في المباراة الأولى 3-1 وسافر بعدها أوزبكستان بعد ما كان متأخرا بهدف مقابل لا شيء، قلب التأخر ده لفوز 2-1 وعامل مباراة جيدة. قبلها كمان في فترة التوقف اللي فاتت كسب منتخب روسيا المحليين اللي هم أكبر سنا من منتخب مصر الأولمبي. منتخب مصر الأولمبي بيستعد بكل قوة لأولمبياد باريس 2024، والحقيقة هو منتخب بعناصر مبشرة تستحق الدعم والتشجيع، خصوصا بعد الأداء الكبير جدا والرائع اللي قدموه في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب، ووصلوا لنهائي هذه البطولة وتأهلنا للأولمبياد من خلال الوصول للنهائي في وقت كان في ناس كتيرة جدا جدا في هذا التوقيت بتراهن على فشل منتخبنا الأولمبي وإن هو مش هيقدر يعمل حاجة. ولكن لما اتفرجت على المنتخب لقيت إنه هناك تنوع واضح في طرق اللعب والجمل اللي بتتعمل في الملعب، وهناك روح كبيرة من الجميع، اللاعبين والجهاز الفني كلهم مستنيين، كلهم بينتظروا، عايزين يعملوا حاجة لبلدهم، عايزين يعملوا حاجة لنفسهم. عشان كده نفسي عدد كبير أو نفسي أن يكون هناك جماهير بتتابع المنتخب الأولمبي كمان، لأنه وجهة نظري أهم فائز امبارح هو أو إحنا كسبنا امبارح، وجود الجمهور هو اللي خلى لعيبة المنتخب يلعبوا بهذا الشكل. ده المنتخب الأولمبي، أنا بتكلم على مباراة الجزائر امبارح، اللي خلى منتخب مصر يلعب بهذا الشكل وجود الجماهير الجزائر المصرية والجزائرية اللي موجودة في المدرجات امبارح. النهاردة أيضا اللعيبة اللي حضراتكم شايفينها كلهم أبطال، ولكن أبطال بمساندة هؤلاء أو بمساندة الجمهور المصري الرائع اللي موجود في مدرجات الاستاد العين امبارح. فأتمنى أن ما تبقاش في فجوات كبيرة ما بين المنتخب الأول ومنتخب الأولمبي، وزي ما كنا شايفين أن هناك تعاون في المعسكر اللي فات لما اختار فيتوريا لعيبة من المنتخب الأولمبي على رأسهم كوكا للمنتخب الأول. محتاجين نشوف ده أكتر، ويكون هناك دائم تنسيق دائم ما بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب وبقية الأندية، النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر اللي بيلعبوا في البطولات الإفريقية، علشان نستطيع أن احنا نشوف منتخبنا ونتبسط بمنتخبنا الأول، ونشوف منتخبنا الأولمبي ونتبسط بمنتخبنا الأولمبي، لأنه يجب أن يكون هناك نزول بمعدل الأعمار خلال الفترة اللي جاية، وده اللي بيتكلم عنه فيتوريا. مش هتكون مفاجأة بالنسبة لي لو لقيت لاعبين من المنتخب الأولمبي موجودين مع منتخب مصر الأول خلال الفترة اللي جاية في أمم إفريقيا. وفيتوريا الحقيقة كان كلامه دائما عاقل مع اتحاد كرة القدم، واتكلم معهم أكتر من مرة على أنه هو عايز ينزل بمعدل أعمار اللاعبين في كل المنتخبات الوطنية وفي الأندية كمان، عشان لازم يكون في لعيبة شباب موجودين مع المنتخب الأول، هم كده كده شباب طبعا مع منتخب الأولمبي ومنتخب الشباب، ويكونوا محترفين في أوروبا وفي سن صغيرة. أتمنى أن ده يحصل. ودلوقتي مستر فيتوريا قدامه القماشة كبيرة جدا، سواء في منتخب مصر الأول أو منتخب مصر الأولمبي، كمان هيكون عنده منتخب 2005 اللي من المفترض ان احنا هنشوف فيه مواهب كثيره جدا. منتخب 2005 من المنتخبات الواعده. فبما انك فيتوريا قاعد معانا يعني لنهايه عقدك، فعندك فرصه تشتغل على تكوين قاعده كبيره جدا جدا للمنتخب الاول الله خلال الفتره القادمه. انا بس حبيت اتكلم عن المنتخب الاولمبي، لان المنتخب الاولمبي يستحق كل الدعم، زي ما كان في دعم كبير الأسبوع اللي كان فيه متواجد منتخبنا الأول في الإمارات ومباراة زامبيا ومباراة الجزائر. أتمنى أن احنا كجمهور نبص للمنتخب الأولمبي.